مشاهدينا الكرام، لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مسؤول القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يوسف الدباغ. أهلا بكم دكتور. بداية، وزعتم في القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين هدية عيد الأضحى على الأطفال الأيتام، لكن هل حدثتنا أكثر عن هذه الفعالية؟ نعم، شكرا أستاذي الكريم. حقيقة القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين تبنى هذا المشروع منذ سنوات، وهذا يعد بالنسبة لنا الحملة السادسة لإكساء اليتامى والأطفال النازحين، لا سيما أطفال النازحين. والحقيقة كان مجهودا كبيرا، وضم أكثر من 600 طفل بين ذكر وأنثى. ولم ننسى في هذا الجانب القرب من موعد المدرسة وافتتاح المدارس، فكان لنا أيضا نشاط سوية مع ملابس العيد. وزعنا صدرية بناتية مع قميص بناتي أبيض مع بنطلون للأطفال للطلاب مع قميص أيضا. والحقيقة أيضا لم يخفل القسم الاجتماعي النساء الأرامل اللواتي لا بد أن يكونوا بحاجة إلى شيء من التجهيز، فأيضا الحمد لله شملناهم بهذا الأمر. أما بالإضافة إلى اليتامى، فالحقيقة أن موضوع النازحين وملف النازحين حقيقة لم ينتهي بعد، ولا يزال لم نزل نحن نعين النازحين، فكثير منهم لم يزالوا في بغداد وبحاجة إلى كثير من الدعم، لا سيما في بدلات الإيجار وفي المصاريف والخطوط الكهرباء والمصاريف أولادهم. ونحن إن شاء الله لازلنا متواصلين في هذا الأمر. والحقيقة أيضا هناك أيضا باب آخر، هو باب الفلاحين في القرى وفي النواحي اللي حول حزام بغداد، والذين أعتقد أننا ملزمون بهم بشكل أو بآخر. أيضا كان لنا شوط مهم في ملابسهم وتجهيزاتهم المدرسية. دكتور، كيف تابعتم أوضاع الأيتام بالنسبة لتوزيع العيديات الفعالية التي قمتم بها؟ كيف تابعتم أوضاع الأيتام، وإلى أي مدى يحتاجون لمزيد من المساعدات لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم أو كاهلي معيليهم؟ نعم نعم، الحقيقة هناك أيتام الهيئة تبنت أسماء للأيتام بالإضافة لأسماء أخرى أضفناها، ونحن حقيقة نحن نلاحق هذا الأمر. يعني نحن باستمرار هناك أسماء تضاف جديدة لمن يقتل في المعتقل، لمن يقتل في يتعرض لكثير من هذه الحالات. لا يزال القسم يستقبل أسماء جديدة تضاف إلى قائمة اليتامى الطويلة، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى لا يزال القسم مستعدا غاية الاستعداد لإغاثة هؤلاء الأيتام القدماء زائدا الجديد. ونحن الحقيقة هناك أيتام يبلغون من العمر مبلغ يعني عمرا، فنسعى إلى شطبهم وإضافة الجديد منهم. والحقيقة العملية فيها نوع من الفعالية في تجديد الأسماء، ونرصد الصف ونرصد الذين نعرفهم، وعندنا علاقات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى نرصد هذه الحالات. ولازلنا نستقبل لحد الآن اليتامى في القسم الاجتماعي، وثم نجهزهم بالذي يفتح الله به علينا. ومن جانب الهيئة الحمد لله لم تقصر الهيئة في هذا المجال، وتبنت هذا الأمر واعتبرته خطا ومنهجا لعملها في إغاثة اليتامى وإغاثة النازحين والفقراء وما يستجد من أحداث في ساحة البلاد، ولا سيما أنتم لستم يعني بعيدين عن ساحة البلاد. الحاجة لا تزال موجودة ما بين النازحين، ما بين فقراء، ما بين النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى دورهم لأنها تهدمت. طبعا دكتور يوسف، يعني سؤالي أيضا كان يتضمن جانبا يخص الأوضاع بالنسبة للنازحين، خاصة في ظل كما هو وارد ومتعارف عليه غياب تام للدور الحكومي عن المخيمات وعن النازحين وعن هذه الفئة والشريحة المهمة من المجتمع، الأطفال والأيتام والأرامل. يعني هل بإمكانكم لوحدكم أن تقوموا بكل شيء؟ والله الحقيقة احنا لا نستطيع أن نفتري هذا الأمر لوحدنا، لا نستطيع. المجهود يجب أن يكون كبيرا جدا، والأمر كبير والمشكلة عويصة حقيقة، والحكومة يبدو أنها عازمة على الاكتفاء بالنظر من بعيد لهذا الأمر. الأمر كبير، لا يحتمله منظمة هناك أو هيئة هناك أو قسم هناك أبدا.
الأمر يتطلب تدخل حكومي وفوري وعاجل لهذا الملف، ملف كبير وعظيم ينبغي أن لا نغفل عنها، لكن أين الحكومة من هذه حقيقة؟ لذلك نحن نجد أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى، والهيئة بشكل عام تجد نفسها ربما مسؤولة أمام الله عن إغاثة هؤلاء وتتبع أخبارهم وأحوالهم، وبالتالي نحن والله نسعى بقدر طاقاتنا أن نذهب إليهم، لا زال مخيمات ولا تزال هناك حاجة في المخيمات، ونذهب بقدر طاقتنا ونسأل الله التوفيق ونسأل الله الدعاء من الخيرين لإنجاح هذه العملية. كنت معنا عبر الهاتف من بغداد مسؤول القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور يوسف الدباغ، شكرا لك.